انا رح توافق على اللعبه كرمال ابننا نطرنا ونطرينه. ايه انا موافق. يس مبروك لنا كلنا. اسبير تلفي الغيل موعد مع المدير الاصلي وهلا صار لازم نباشر بالشغل لليله العشاء. طب كيف بدي العب الشخصيه؟ يعني كيف بدي يكون الكاركاتير؟ ايوه هون بتلاقي. شوف هي الشخصية صعبة شوي بس انت ممثل قدير وبتشيلها وبتشيل بيا. الله يخليكي حضرتك من فان ستيتي مش هيك؟ معلوم. طب كيف بدي العب الكاركاتير؟ مشي كوبرلية هيك تطليعة ارستقراطية هيك قعدة ملوكية بونسوار سافو لابان جي بو اسي اسي. ايوه بس يا ريت فينا يكون الصوت انعم شوي. انعم؟ ايه لانه المدير مش مدير، المدير مديرة. نعم مديرة المدرسة مرة. أنا بدي ألعب دور مرة. أنا بدي ألعب دور مرة. أنا بلعب دور مرة. أعوذ بالله. ليش لا؟ ما حدا تمثيل. أعوذ بالله. دور حياتك. أعوذ بالله. رح يصير عندك ولد. أعوذ بالله. كون رجال واعمل مرة. أعوذ بالله. 200,000 دولار. أعوذ بالله. يا عيني عليك. منيحين؟ تمام. ليش لا ما بياخد ركس بحياته ما بيوصل لمطرح؟ بتبعسي إشي؟ يا هلانيات أثر معك ابن عمي. روح روح هلا بنفسر لك. اسمعني منيح، كل النجوم الكبيرة بلشوا بأدوار صغير ولو وصلوا للنجومية نعشت معهم شخصية. كل النجوم بلشوا بأدوار صغيرة ووصلوا للنجومية ناقشت معهم شخصية وبلشت لحكاية. فكر معنا بس نكيد اللوريل وهاردين فينس في عندك تشارلي شوبن عقاري وفنو منديس. شو بحبها هالشخصية؟ شو إلها فضل علي؟ وصلت للعالمية وحبوها كبير وصغير. بفضلوا الهلمن سول صرت الكوميدي الأول اختنيت ووضع تحول هو يضل فقير. في عنا فيا الكريم وعادل إمام الزعيم وفي فريد أبو سليم وشوشو الفنان العظيم. شوشو أني شوشو مضحك الملايين مضحكهم من برا ومن جوا حزين. شوشو أنا شوشو يا مضحك الملايين مضحكهم من برا ومن جوا حزين. وحسنوا كانوا غنوا رحبوا بشخصية العصر بديعة.